السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. هذا اليوم ان شاء الله تعالى غندير لكم ليكيداسيون ديال جليبات، عبايات وقفيطنات هكا اللي بقاو عندي كما وعدتكم في الانستغرام. بالنسبه للبنات الانستغرام اللي كيسولوا فيا، شكرا لهم بزاف بزاف. انا دخلت الشهر صافي ما بقى ليا والو، يا ربي تفكني على خير ويا ربي ترزق كل وحده باغا وليدات هكا، يا ربي ترزقها. وهذا الشيء اللي كاين البنات اللي غنشارك معكم دابا ليكيداسيون. كما قلت لكم راه ما بقى ليا والو ان شاء الله وغنولد، هذاك الشيء علاش قلت هاد لي بياس هادو اللي عندي غنحيدهم ان شاء الله، غنقص شويه في الثمن ونحيدهم. غنبدا لكم باول جليبه هي هذه، شوفوا البنات عرفتوا راه كتحمق الثوب ما نهضروش عليه نهائيا. شوفوا كيفاش درت ليها، شوفوا كيفاش جات هذه البنات، راه تلبس دوبل اكس ال حتى ل 3 اكس ال وطويله. انا بالنسبه للطول كندير الطول، يعني حتى كتجي عندي هكا الكليانه وكتعبر وكنقص ليها من الطول، اللهم تكون طويله ونقص ليها ولا تكون قصيره وما تقدهاش. شفتوا كيفاش درت ليها؟ دخلت فيها هذا اللوين هذا وهنايا الموف فيرد. بالنسبه للزيف ما لقيتش شي زيف هكا اللي غادي يواتيها عندي، درت غير هذا الابيض هذا. المهم هو جليبه راه مخدومه من السطوق، شفتوا كي دايره في صاله مخزانيه البنات، فنه مريحه في هذا الصيف هذا. الثوب مبرد كما قلت لكم، دايره دوبل فاس الشوشه مخدومه على حقها وطريقه كتحمق. بالنسبه لهذه البنات كتبقى 330 درهم. وكاينه هذه العكس ديالها، الجهه القداميه موف كامل وهنايا اللور كريب مستر بهذا الموف هذا. شوفوا البنات الثوب كيفاش داير، شي حاجه زوينه بزاف. شفتوا هذا كريب كوريا البنات، ما كنخدمش بشي حاجه اخرى. شفتوا وإلا خدمت بشي حاجه اخرى كتكون بطبيعه الحال كاليتي. يلا هالبنات عاونوني نحيد عليا هاد الجليبات هادو، تواصلوا معايا في الرقم اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله في العنوان. بالنسبه ليا انا كما قلت لكم كنتواجد في مدينه القنيطره في ولاد وجيه، اللي بغى يجي مرحبا به، يجي عندي للدار هكا ويقيس. وهاد الجليبات بقات ليا هادي في الكريب، غايه هادي وحده اللي بقات عندي. شوفوا كي دايره كتحمق البنات، شي حاجه غزاله فنه. بالنسبه لهذه كتلبس ال والاكس ال حتى الدوبل اكس ال، ممكن تلبس هادو بالاكس ال الا كانت هكا ممكن تلبسها. شفتوا خدمه نقيه البنات، ما تلقاوش. شفتوا كي دايره خدمه نقيه بزاف. دايو معايا بزاف البنات، يسر لي يسر ربي سبحانه وتعالى باش نفتح المحل ديالي حتى انا ونكون هكا قريبه منكم اكثر ونخدم بياس اكثر. دابا هكا في الدار ما كنقدرش نزعم البنات نخدم لكم بزاف ديال لي بياس لانني مازال ما عنديش كليان بزاف. كما قلت لكم انا راه 6 سنين تقريبا وانا كنخيط، ولكن كنت حبست واحد المده طويله سورتو هذا الشيء البلدي كنت حبستو. وقنيطره حتى هي انا تقريبا نقولوا جديده فيها، ما كنتش فيها من قبل يعني حتى نتعرف هكا ان شاء الله. وعاونوني بزاف البنات بالبارطاج باش القناه هكا كتطلع، ودخلوا عندي كذلك الانستغرام وبارطاجيوها البنات، يعني باش الناس كيدخلوا هكا وكيعرفوني انني كنبيع وكياخذوا من عندي. ديال البنات كتبقى ب 600 درهم. بالنسبه لهادو هادو كما قلت لكم 330 درهم، ديجا راه وريت لكم هادو البنات كيبقاو 380 درهم. 380 درهم، شوفوا البنات القفطان بالكريب مخدوم، شوفوا كي داير. راه غير هاد الخدمه البنات راها ساويه الثمن، سورتو هكا الا كانت مرومه على اليد وكلشي على اليد راها. شفتوا ومنبته كامله دايزه هكا بالحجيرات، شفتوا كي دايره، شي حاجه متقونه زوينه اللي صبن ورد البنات، ماشي شي حاجه اللي غادي تصبنوها وغادي يخسر لكم الثوب اولا يتحبب اولا لا نهائيا البنات. 380 درهم، 380 درهم هاد القفيطنات هادو. شفتوا خدمه نقيه بزاف كما قلت لكم، توب كريب، شي حاجه غزاله، شي حاجه فنه. زاد 380 كيحمق هذا اللوين، كيحمق. شو كي داير حتى هو فيها كعقيقه في البيج. قالت لي هاد الجوهره هادي حتى هي البنات 380 درهم بالمجدول ديالها، راكم عارفين هاد الثوب هذا راه مزيان بزاف. راه جاو عندي هكا هنايا البنات وكنتمنى اللي خدام عندي ما كيخليوش ليا لي كومونتير، ما فهمتش علاش واخا كنوصيهم ما كيخليوش ليا لي كومونتير. شفتو
كياخذوا من عندي الحمد لله وكتعجبهم الخدمه ديالي وهذا كيمشيو راضيين وكنبقات انا راضيه الحمد لله. ها انتم غادي مخدو خدو ما نصدق شي حاجه خفيفه غزاله في هذا الصيف هذا تحضري بها مبرده في صاله مخزنيه شي مراه هكا كبيره او لا صغيره او لا اي وحده. هذه كما قلت لكم البنات لي بياس اللي انا دايره ال والاكس ال حتى الدوبل اكس ال. بالنسبه ليا حتى البنات العبايات اللي بالفولار كيبقاو ب 350 درهم البنات 350 درهم ثوب كوريا منبته باليد الشال ديالها والحزام ديالها ما كنظنش غتلقاو شي عبايه في شي بلاصه بهذا الثمن هذا. عرفتوا هذه كتحمق في اللبسه ديالها كتحمق. انا غادي نديروا لبسها لكم كما قلت لكم 350 درهم البنات. هذه شتي كيفاش جات فنه حتى هذه البنات حتى اللي البنات اللي كيعجبهم يلبسوا العبايات. حتى انا شخصيا من عشاق العبايات كيجيو هكا في اللبسه عمليين فنين ساهلين كترميها عليك. هذه بالنسبه هذه غتلبس الدوبل اكس ال وحتى الطروا اكس ال حتى هذه درتها شويه كبيره وكنديرهم طوال البنات. لو بغيتي تلبسي الطالو معاها بغيتي تنقصيها نقصيها فهمتوا كنقول اللهم ندير هكا الثوب وافي ويقد بزاف ديال البنات اولا نديرو ناقص ويجيني ويقد غير بنات صغار. ها نتوما اللي عندهم طاي صغير عفوا شتو دخلت هاد اللوين هذا كاينه هاد الافتتاحه هذه شوفوا كي دايره. هادو راهم طوندونس البنات هاد العبايات راهم خارجين هاد العام بزاف بزاف وانا بدعت فيهم. هاد لا بياس هادي راه ما غتلقاوش اختها نهائيا البنات كنواعدكم ما كايناش اختها نهائيا لان هادو البنات التصميم ديالي انا. هاد العبايات هما الاولين كنت خيطتهم فاش يلا حملت ومن موراها صافي ما قدرتش نكمل صافي مع الوحم جاني صعيب بزاف صافي وحبست الشوكي كتجي حتى كتحمق البنات. ديري معها زيف كحل اولا هكا يكون ديال الكريب اولا شال بحال هكا يكون ديال الكريب عرفتوا اللبسه وسويك وتقادي اللبسه عرفتوا راه كتجي كتحمق كتسطي. هادو البنات كما قلت لكم 350 درهم والكريب شوفوا التوب كيفاش داير هذا راه كرونا مغلوق شوفوا الخدمه كيفاش دايره شوفوا التنبات باليد هادشي انا منبته بيديا شوفوا الصدايف خادمه عليها البنات شوفوا الفينيسيون كيفاش دايره شتو مخدومه هاد لابوند هادي حتى لتحت مدوبله شوفوا الكميمات مدوبلين هكا دخلت فيهم هاد الضوين ممكن حتى تلبسيها وتطويها باش كيبقى يبان هاد الساتان هذا كي كتجي شي حاجه نقيه كلاس بزاف بزاف. هادو البنات ما غاديش تلقاوهم نهائيا في حتى شي بلاصه لانهم التصميم ديالي انا. ويلا بغيتو الشال ناخذ لكم من عندي يكون هكا نفس اللون اولا في هاد اللوين هذا مرحبا ما كاين حتى شي اشكال غتزيدو 50 درهم ديال الشال لان الشيلان ديال الكريب شي حاجه مزيانه كيتباعوا ب 50 درهم الفوق. هادو البنات 350 درهم كنواعدكم ما غتلقاوهم في حتى شي بلاصه سورتو ان الثوب مزيان منبته باليد كلها بطرطقه حتى لتحت شي حاجه كلاس همويه نقيه شي حاجه فنه غزاله. بقات ليا وحيده اخرى الكحل هنايا البنات شوفوا كيفاش دايره الخدمه ديالها بحال شي فيست بحال شي فيست طويله شفتوا كيفاش البنات راه الثوب كحل 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 بزاف وما تيبانش شوفوا كي داير شوفوا الخدمه هادو 350 درهم البنات كما قلت لكم شي حاجه نقيه هاد الصيف هادو صبني وردي واخداهم مشيت قلبت عليهم ديال تركيا ماركه مزيانه بزاف. ها نتوما شوفوا البنات كي دايرين كيتخدموا لي مونطو كيحمقوا شي حاجه غزاله كما قلت لكم كنختار داكشي بيديا وكنوقف عليه برجليا شفتوا دار قيسوا الثوب شوفوا قيسوا البياسه مرحبا بكم تتقتنعوا عاد ديك الساعه خلصوني. وبالنسبه للبنات اللي بعاد مرحبا بكم البنات راه كنخيط شي حاجه بحال مخيطاها لنفسي يعني كما قلت لكم انا يلاه باديه محتاجه ان الناس يعرفوني محتاجه ان شي وحده تشري وتجيب لي لي كليون اخرين ماشي انا تشري وحده تشري بياسه وحده وتلقاها ما تعجبهاش وتمشي بحالها. لا ما عنديش الفضل انا نهائيا في هادشي الفضل ديالي هو ان القناه ديالي طلع انني نتعرف من بعد ان شاء الله باغا ندير بزاف ديال الحاجات عندي في بالي ما تخيلوهمش خاصني غير انطلاقه ان شاء الله خاصني غير غير هكا تعاونوني باذن الله بالبارطاج والناس اللي بغاو شي حاجه مرحبا بهم واللي خدا شي حاجه يقولها لواحد اخر باش هكا نتعرف باذن الله تعالى.
هذه 150 درهم البنات، وحده اللي بقات عندي. شوفوا كي دايره، خدوها هكا بالطبقات. هذه غتلبسوا بالاكس ال اكس ال، ممكن حتى كما قلت لكم الا كانت لباسه ال راه تجيها غزاله، تكون هكا طويله ما تكونش، تكون هكا طويله راه تلبسها. شفتوا كي جات كتحمق، دايره ليها هاد الكرافطه هادي من هنايا كميمات بحال هكا، كتجي غزاله في اللبسه. هادي 150 درهم، وحده اللي بقات منها. كون زعما لو كان كنت ما غاديش نولد كنت غنوجد لكم واحد لا كونتيتي لا باس بها من الكسيوات. وهذا ثوب غزاله البنات، شوفوا كي داير. شفتوا هاد التويبات كنت خديتهم من طنجة، جايبينهم من اسبانيا، فنين شحال غزاله. شفتوا اللوينات بالنسبه لهذه تلبسيها ديري معها اي زويف بغيتي. قلت لكم غنلبس لكم هاد لابيس هادي هاد العبايه ونرجع لكم بالزربه باش نختم لافيديو ان شاء الله. وهذه هي البنات هي العبايه، سمحوا لي راه غير ديبانيت بحال هكا وصافي. شفتوا الشال عندها راه طويل، شوفوا الحجيره تاع البنات كيفاش كيبانوا كيبريو كيحمقوا من البتين باليد. شوفوا شي حاجه كاليتي البنات العقيق باش انا خادمه. هذا راه تقريبا ترابي فاتح، راه كيبان هكا مع الكاميرا. شتو كي داير كيحمق، هزو معاه هكا صوياك اولا. المهم راكم عارفين العبايات، ودايره الطريقات كاملين حتى لتحت، دايره الطريقات كاملين ودايره هاد الافتحه هادي هكا. تلبسوا تحت منها قفطان تريكو وسروال هكا يكون واسعين، عرفتوا كي كتجي كتحمق في اللبسه. حتى هذه البنات 350 درهم، ما غاديش تلقاوها كما قلت لكم نهائيا وبتاتا. الشال وتنبات باليد والثوب احسن ما كاين في الكريب، كيفاش تلقاوها نهائيا لا في شي محل لا في حتى شي بلاصه. هادو التصميم ديالي انا البنات، المهم ما تديوش عليا، المهم لابيس راها باينه غتلبسها شي وحده هكا الفورمه ديالها عاديه راه غادي تبان مزيان. وزي معها صويك كلاس اولا سبور اولا كنتي فاش كترتاحي. وهادو البنات عاوتاني انا باش كيعجبوني كتكوني هكا حضاره، تقدري تلبسي قفطين ديالك اولا التكشيطه ديالك لتحت، وكديري هاد العبايه هذه الفوق، كتمشي هكا مستوره كما كيديروا الخليجيين، وكتوصلي للعرس كتحيدي الزيف وتحيدي العبايه ديالك تحطيهم، وكتقيها هكا بديك التكشيطه ديالك. ومن بعد ملي كتكوني عاوتاني راجعه كتلبسيها كتجي مويه نقيه فنه كلاس. مهم نتوما عارفين ملاحظه ولا اي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش لي جيم الله يجازيكم بخير، لانهم هما اللي كيعاونوا هكا لا فيديو تطلع باش اكبر عدد ديال الناس يعرفوها ونتعرف انني خياطه هكا باش يجيوني لي كومونت. وجزاكم الله خيرا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يكونوا هكا اون كونتاكت معايا اكثر، دخلوا الانستغرام نخلي لكم باول تعليق. لا فيديو الجايه ان شاء الله تعالى الا ما كنتش ولدت غادي ندير لكم واحد الدويره هكا، ونوريكم التويبات اللي خديت، ونوريكم هادشي هذا اللي خديت. هادشي كما قلت لكم انا كنخدم كلشي بوحدي هكا باش كنجدد، وهادشي اللي كاين ما نطولش عليكم الهضره. السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم باذن الله تعالى.